السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا من قناة الطليعة. أهلا بكم من أدبيات أية حملة انتخابية، التوجه إلى الجمهور لمعرفة طموحاته وماذا يريد ممن يمثله لكي يكون الناخب شريكا في أي برنامج عمل مستقبلي للمرشح. شاهدنا العديد بل ربما كل المرشحين نفذوا ذلك، ولكن لا نعرفها حقا. تداول المرشح مع جمهوره طموحاتهم على مستوى بناء دولة وتشريع قوانين تخدم مصلحة العراق ومواطنيه بعدالة وإنصاف، أم كانت مطالبات شخصية ونافعة فئوية محدودة؟ عزيزي المرشح، مهمتك هي كل العراق، ننتظر منك تشريع قوانين وتغيير بعض ما شرع. مهمتك ليست مراجعة دائرة أو وزارة لتعيين شخص، وليست باستغلال علاقاتك الشخصية والحزبية لكي أنتخبك أنا. مهمتك أسمى وأشرف، مهمتك مراقبة وتشريع ومحاسبة المسؤولين التنفيذيين ولو كان رئيس حكومة. أنتظر منك أن تكون قويا ونزيها لكي تحاسبهم بقوتك ونزاهتك وتأريخك واسمك وسمعتك، وسوف تحاسب الفاسد والمقصر والكسول والمزور بأصوات ناخبيك. أهلا بكم في حلقة جديدة نفتح فيها بورصتنا الانتخابية بالتعرف على ضيفينا الكريمين، السيد فلاح الجزائري مرشح عن تحالف الفتح. أهلا بكم سيد فلاح. والأستاذ الدكتور صلاح مهدي الغريباوي أيضا مرشح عن تحالف الفتح. أهلا بكم. أهلا ومرحبا. نشرف بكم وشكرا لحضوركم بالوقت المحدد بالضبط. حياكم الله. شكرا لك. عموما السياق المتبع هو لتحقيق العدالة ولتوفير ما أمكننا من الزمن للإفصاح عن سيرتكم الذاتية أو سيرتكما الذاتية المهنية العملية التي تخدم ربما برنامجك الانتخابي. نوقت من قبل المخرج لدقيقتين للأستاذ فلاح الجزائري، تفضل. شكرا جزيلا. شكرا. تحية لك ولمشاهديكم الكرام، والتحية لكل أبناء العراق. المهندس فلاح حسن ياسين الموسوي. نعم. الجزائري. أهلا وسهلا. عضو تحالف الفتح، عضو مجلس محافظة بغداد، الأمين العام للتجمع الشعبي المستقل، وأيضا خلال عملنا تبهيل واحتياط في مجلس محافظة بغداد قدرنا بهذه الظروف أن نقدم الخدمات ونراقب بعض الدوائر خاصة بعد نقل الصلاحيات. وحقيقة اشتغلنا في المناطق الفقيرة المحرومة أن نوصل الماء والكهرباء وأيضا المدارس في هذا الظرف، وأيضا نساهم في قضية حل الكثير من الأمور الخدمية، وهي لا يعني ترتقي إلى مستوى الطموح ولكن قد تعالج جزء من احتياجات المواطنين. وأمنا أن نكون في المرحلة المقبلة أن نؤسس لبناء دولة ورجال دولة والعدل في المرحلة المقبلة الذي تقزم فيه الكثير من البرلمانيين إلى مستوى لم يعرفوا دورهم ولم يتصلوا بمجتمعهم، لذلك ضاعوا بين المعاملات ومتابعتها وبين احتياجات العراق كل العراق. لذلك نطمح أن نذهب إلى تشريع قوانين تليق بالعراق كل العراق، ولا نتقزم في شمعة فقراء أو أنبوب ماء أو سبويس وما إلى ذلك. تسلسلي في تحالف الفتح 4. شكرا لك. تناغمت حقيقة ويا المقدمة، هي مقدمة نابعة من حاجة المواطن، حاجة أنا مواطن أولا وأخيرا. فتاهت الكثير من الأسماء في مراجعات الدوائر والوزارات مع التنفيذيين ونسوا واجبهم الأول. شكرا لك أستاذ فلاح. الدكتور صلاح مهدي الغريباوي، لك دقيقتان للإفصاح عن سيرتك. عن سيرتي الذاتية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الدكتور صلاح مهدي علي الغريباوي الفضلي، مواليد 63 في محافظة ذيقار. نشأت في من طفولتي في بغداد في منطقة الكرادة، ثم انتقلنا منها بعد إعدام الشيخ عارف البصري، إذ كان والدي سكرتيرا لكلية أصول الدين حينها مع السيد مرتضى العسكري والسيد محمد باقر الحكيم إلى آخره. في عام 82 كنت طالبا في الصف السادس العلمي، تم اعتقالي الاعتقال الثاني وفيه حكمت.
لمدة 7 سنوات، ثم خرجت في العفو وفق المادة 200/2. والمادة 156 التي يحكم بها الدعاة. عام 85؟ لا، خرجت ب86، عام 82 دخلت. واعتقلت أيضا مرة أخرى ومرة أخرى، والاعتقال أيضا الأخير عندما ضربوا عدي صدام حسين. حيث تم جمع كافة المحكومين سابقا. المهم بعد ذلك أكملت دراستي، أكملت كلية الآداب رغم أني علمي يعني، بس قسم الإعلام، أكملت بكالوريوس إعلام، ثم أكملت الماجستير، ماجستير في التاريخ وليس في الإعلام، لأني طردت من كلية الإعلام عندما علموا بي أني كنت سجينا سياسيا بعد هروبي، وأكملت هذه. المهم أكملت رسالتي عام 2002 عن المماليك والإرهاب في العراق. ولكن عندما حدث التغيير 2003 كانت فرحتي كبيرة، فلغيت رسالتي الأولى وكتبت عن السيد الشهيد محمد باقر الصدر وأثره في تاريخ العراق المعاصر، وقد أشرف علي حينها دكتور محمد كامل الربيعي والسيد إبراهيم الجعفري باعتباره كان حديث عهد بالعراق ويمتلك معلومات عن السيد الشهيد. وهذا حقيقة مكنتني أن أتعين رئيسا مباشرة معاون مدير عام في مكتب رئيس الوزراء عام 2005. بقيت 7 أشهر. انتهت دقيقتين. أي المهم انتهت الدقيقتين. راح نتحول إلى البرامج الانتخابية. الأستاذ فلاح الجزائري، أهم ملامح برنامجك الانتخابي سواء كان شخصي أم مستل، حتى لو كان جزء منه أو جزء أكبر من البرنامج الانتخابي للقائمة، يعني تحس بي أنت هو برنامج عمل راح تقدمه من داخل قبة البرلمان. ثلاث دقائق. شكرا. قليلة مو؟ ما يخالف. جيد. بعدين نتناقش. نضغط الوقت. إن شاء الله. حقيقة البرنامج الانتخابي الكثير يوم تتشابه البرامج الانتخابية، ولكن من خلال تجربتي العملية وأيضا وجودي كوني مهندس في أمانة بغداد لثلاثين سنة وتواصلي وكوني من المناطق الفقيرة، وجدت أن هناك الكثير يبحث عن العموميات. ولكننا حقيقة في البرلمان كما أسلفت أن لن نذهب كما هي في مجالس المحافظات. يجب أن نؤسس لأمور منها محاربة الفساد، مو بالطرق العشوائية اليوم التي تسمع، لكننا عندما نقنن الكل يذهب إلى أو يرفع شعار مكافحة الفساد. لكن حقيقة أنا أصارحك، لحد الآن لم أقتنع بأي آلية، لأن كل الآليات مستهلكة ويعني روتينية. أنا أحسنت. عندما لا يفعل القضاء ونذهب نحن ذاهبين لتفعيل القضاء والادعاء العام، وعندما نجد مؤسسات كثيرة بعنوان محاربة الفساد كالمفتشين والرقابة وديوان الرقابة وهيئة النزاهة وما إلى ذلك، وما شفنا في اليوم أنه طلعوا شخص، مجرد يطلعون واحد مثلا على مد يحبسوا سنة أو كذا من هالأمور هذه. تحالف الفتح زين، إذا ما أخذ لمليار دولار وسنة زين مو؟ يعني جيد، وبعدين احتمال يدفع نصهن حسب العفو الأخير وعفى الله عما سلف. حقيقة في تحالف الفتح لن نجامل على حساب حرية واستحقاقات المواطنين، إضافة لأنه اليوم إحنا ذاهبين على أن يكون القرار السيادي والقرار السياسي بالعراق مستقلا. حقيقة لا نزال نرزخ تحت عبودية الاحتلال، وإن كنا قد لبسنا ملابس جميلة وخرجنا من الحرب منتصرين، وسوف لا تكون لنا حرب أخرى ضد دواعش السياسة وداعميهم. العشوائيات اليوم امتلأت في كل العراق، يجب أن يكون هناك تخطيط حضري، يجب أن يكون هناك قانون يحمي الفقراء، يجب أن نؤسس للعدل. هذا التفاوت الطبقي الذي خلق من 2003 حتى اليوم لا يليق بالعراقيين ولا يليق بأبناء العراق، ولن يكون لأبناء الفتح ولي يعني أنا شخصيا أن أكون مساوما مجاملا يعني مدافعا عن أولئك الذين اليوم خلقوا فجوة كبيرة. رئيس جمهورية يأخذ 60 و70 مليون لمدة 6 أشهر، ومواطن فقير يخدم 40 سنة يأخذ 300 و400 ألف، ليس من الإنصاف وليس من العدل. اليوم عندنا أمور معطلة، الكثير من الشباب البطالة المثقفة أنا أسميها دائما، اليوم لدينا أكثر من يعني بحدود 2 مليون 3 ملايين عاطل مثقف.
وهم الشباب اللي هم ركيزة الأمة خريجين حقيقة بكالوريوس وماجستير بسبب عدم وجود تخطيط منصف الآلاف والمئات والعشرات من الجامعات الأهلية والمدارس الأهلية والكليات الأهلية تخرج. شكراً لك. أولئك دقائق انتهت. شكراً جزيلاً. ممتاز. ضغطت هلا على. أطلب عاد دقيقتين الأول. ما يخالف. أطلبكم بعدين. لا لا لا. كملناها اليوم. كملناها. عموماً راح أنا سجلت بعض الملاحظات عن برنامجك الانتخابي وبعدين ناقشها بصراحة وقد تكون آراء مختلفة ومغايرة مني ومن الضيف الآخر. دكتور صلاح. كذلك في ثلاث دقائق وحسب توقيت المخرج. أنا أخاف من المخرج يعاقبني. نعم نعم أكثر يعني. المخرج جرينش. عموما دقيق من وقت الرجل. هو شنو السؤال؟ البرنامج الانتخابي. ملامح البرنامج الانتخابي اللي ترفعه حضرتك. يعني لو برنامج الفتح. سواء كان من الفتح أو برنامجك الخاص. نعم. ربما متداخل يعني. البرامج الانتخابية بشكل عام لكل الكتل والقوائم المطروحة حاليا ربما تتحد في نقاط رئيسية كلها على موضوع متشابهة صح؟ موضوع محاربة الفساد. نعم. محاربة الفساد، بناء العراق الجديد، الاهتمام بشريحة الشباب، يعني القوائم الشيعية تأكد على قضية الجرحى والشهداء لأن باعتبار مصيبتهم كبيرة مع داعش. نعم. ذيك اخرى وهكذا. يجي المدنيه يقول لك هالشكل انا كذا بدي اطور المجتمع وحارب الفساد ايضا وارفض الوجوه القديمه. هذه تقريبا يعني متشابهه وبها نقاط مشتركه كثيره. الذي ميز برنامج الانتخابي للفتح ان الفتح قد لامس واقع الشعب العراقي بشكل كبير جدا. لا نفس الشيء هم من الواقع. هم من الواقع ولكن يحجون شويه يعني بتأنق اكثر وتزويق لفظي وكذا ووعود نفس الوعود القديمه. دوله مؤسسات نسوي لكم ونبني لكم مدارس وكل شيء ما سووا لا ذيك السنين ولا اللي راح تجي. الملمح اللي يجلب نظري انا ويقنعني كناخب. نعم الحقيقه يعني انا ولو هي انتم معطيني وقت قليل انا يعني خلال هاي الفتره القليله للاحتكاك مع الجماهير والله ارى في عيون الناس امال كبيره وارى في عيونهم توسل. نعم اي لا اسمح لي توسل شنو توسل انه فعلا تنتج طبقه سياسيه جديده ما يردون الطبقه السياسيه القديمه ابدا. طبقه سياسيه جديده. نعم يردون طبقه سياسيه يعني حقيقه راح ينتهي الفساد حقيقه. الى حد اليوم اني خطيه حمالين من محل قاعد انا اتسوق قالوا احنا عمي 40 واحد وياك 40 واحد حمامين ما اعرفهم ولا يعرفوني. قال بس دروبية بالفتح وشافوا بطاقتي اخذها من عندي ابو المحل قال وياك احنا. قال يعني معقوله نتعين بدون فلوس؟ شوف معقوله يعني خدمات راح تصير؟ ليش مثلا مناطق غرقت ومناطق ما غرقت؟ يعني هذه التعابير التي تخرج من افواه المواطنين. احنا شلون نستقي برنامج الانتخابي؟ نشوف واقع الناس. صحيح. البرنامج الانتخابي للفتح الحقيقه يؤكد على محاربه وهدم الفساد اولا ثم البناء. في محاور البرنامج الانتخابي نلاحظ إعادة النظر في جولة التراخيص النفطية وهذه ممتاز. قضية كبيرة. إعادة النظر بالعقود المبرمة من 2003 إلى هذا اليوم ومحاسبة المقصرين الذين أخذوا عمولات وقبضوا عليها. هذني المحورين وحد هذني راح يسوي لنا انقلاب كامل بالشارع العراقي وانقلاب باقتصادنا. أما القوائم الأخرى تطرح قل لك احنا نريد نسوي اقتصاد ريعي ونعوف هذا الاقتصاد واللي هو شنو الاقتصاد الريعي؟ انه يريد المواطن يقدم خدمه حتى ياخذ. هذا نظام راسمالي وليس اسلامي وليس واقعي للشعب العراقي. الشعب العراقي بثكاله بمصائب كبيره. مو شكرا لك دكتور. عموما راح نناقش سجلنا الملاحظات والمثابات المهمه عند حضراتكم. استاذ فلاح، من يحارب الفساد الان؟ خلينا نكون صريحين. النزيه اكيد النظيف اللي خبره زين. دعوات الان رئيس الوزراء ودعوات الكل تحارب الفساد، منو الفاسد اني؟ يعني هو استاذ العزيز منو سرق؟ هو هاي مجاملات الاحزاب، عدم وجود قانون، الشجاعه باتخاذ القرار. احنا مشكله انه بعض الاخوه الموجودين يعني يسولف مثل ما يقول يسولف بس على روحه وكأنه الناس صدق يعني. أحسنت.
فإذا ما يكون فعلا يضرب بيد من حديد، المرجعية تصيح والناس تصيح يا أخوان كشفونا مفسد، أموال العراق ذمة، شو وقت نضرب في رقابكم بيد من حديد؟ شو بس نسمع اليد من، ما شفناها اليد من حديد لحد الآن. وذاك يعني تكلمت على أنه هناك بعض المتصدين للقرار تنقصهم الشجاعة في اتخاذ القرار. أو ليش ليش مو شجاع؟ لأن شو خوّل شكل طيتك صلاحية. أحسنت أحسنت. لذلك حتى شوف الإصلاحات اللي صارت، اللي صارت هي شكلية حقيقة يعني مو على مستوى الجوهر. يعني اليوم الكثير من الأموال، أحد حاسب الأموال اللي ضاعت على الكهرباء مثلا؟ واليوم ذهبنا إلى الخصخصة وكأنه بدأنا، وشاف هذا يقول أكو مثل شعبي يقول قول رديت لعشي وكلت. يعني أنا عفت هاي السنوات كلها والآن رجعت على وكأن نبدأ من جديد، يا بنفلش ذاك ونبدأ. هذا مو صحيح أستاذي. عندما يغيب التخطيط وتغيب الرقابة ويضعف القرار والشجاعة في التنفيذ ويضعف القانون، وتلاحظ اليوم يعني كثير من الأمور بسبب ضعف يعني القانون. هسه وين نحدد الخلل؟ بالتخطيط، لو بالرقابة، لو ضعف القانون، لو ضعف الشخصيات اللي استنت. وش منو يؤديهن ذني سادي؟ هو أشخاص. يعني أنت لما لا تقرر ولا تخطط والمنفذ ضعيف، كيف يمكن أن تسير قافلة الناس بأمان؟ بعد 15 سنة شلون انتخبنا إحنا كمواطنين؟ هو أنا قلت مثل ما تحدث كان انتخابنا الدكتور. خطأ؟ لا لا، المجتمع، المجتمع لا يلام لأنه خرج من محنة سنين وكان يتأمل أن هناك نقطة ضوء في نهاية هذا النفق المظلم، وكان قد ذهب عطشانا ملهوفا أن يبني بلده ويعني يرفع عن الحرمان والألم والتعليم، وكان يعني متطلباته بسيطة يعني بالفطرة طبيعية. لكن تفاجأ أنه الأخوة أسسوا، أسسوا عندما نأتي بشخص لا يستطيع أن يقود نفسه. بس أنا انتخبته. أحسنت أحسنت. هو هاي المخرجات، المخرجات المخرجات كانت بهذا العنوان لأنه ذهبنا وفق فتوى المرجعية، اذهبوا وصوتك من ذهب وانتخبوا. والمرجعية أيضا نفس الشيء وجهت المجتمع لبناء البلد، لذلك رفضت وجود الاحتلال والسيطرة وإلى ذلك، ولكن صار تقييم للأداء، فشعروا أكو انحراف عن بوصلة الأداء. من اللي يقيم الآن؟ الآن المجتمع واعي. المجتمع واعي. بلي المجتمع واعي خلال ثلاث تجارب انتخابية. اليوم من خلال تواصلنا. ثلاث تجارب مو هواية؟ بالضبط واعي يعني. واعي. لكن إحنا مجتمع. لا مجتمع ديمقراطيته فتية. أساس الديمقراطية كانت يعني ظلامية، ما عندنا قاعدة أستاذ العزيز، ما عندنا أرض صلبة ننطلق من خلال. لذلك ذهبنا لابن العشيرة، ذهبنا لابن الحزب، ذهبنا لابن ولايتي، وذهبت لصديقي. على ذكر ابن العشيرة اليوم قرأت تعليق دكتور صلاح، اليوم قرأت تعليق جميل يقول المجلس النواب الدورة الجاية مو مجلس النواب، مجلس أعيان، مجلس عشائر. يعني عشائر. معقولة؟ معقولة. يصير؟ ليش؟ كارثة. ليش كارثة؟ هي هاي الموجود هسه حاليا، المطروح هسه حاليا عشائر. يعني صارت عشائر، يعني كل عشيره إيه ترشح إيه ابنها حتى يعني إيه إيه السبب رواية شنو صغيرون صغيرون روايه صغيرون اكو قبل شهر اتصل بي صديق قديم رئيس فخب قال لي انا ما ادري بك مرشح. ليش ما ادري بك؟ بس دز لي الرقم مالك، حتى كارتات لا تطبع، انا راح اطبع ووزع الفخذ مالي وجماعتي، احنا منتخبيك وانتهت القضيه. انا فرحت يعني واصدقائي هم تركته. رحت له ورا الشهر ما ادري. قال والله يا اخوي العشيره، رئيس العشيره ضغط علي وما نقدر، شخص لنا واحد اثنين ثلاثه لو هذا لو تنتخبون غيره. فاعذرني وانا كلش فشلان منك. الله وصديقي وكان جاي بالسجين وصاحبي وكذا، بس هو سلبس العقال. يعني هيك العشيره مؤثره؟ نعم نعم، هالشكل صارت الان عشائريه جدا القضيه، بحيث يجي اذا هذا محق صاحب التعليق يقول مجلس اعيان راح اشوف ما راح اشوف. يعني يعني مو كلش يعني، وانما خلينا نقول بنسبه 70%. 70%؟ 70 75 بي. نعم عشائريه 75%. يعني اللي اتجه لعشيرته الان بحمله الانتخابيه راح ينجح تتوقع؟ لا هي 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 بس التصويت سري. اي تصويت سري. اكو كثير يضمني يعني ما يضمني؟ اي لا طبعا ما يضمن. اي ما يضمن، بس بعدين يحاسبهم رئيس العشيره، يحاسبهم على المناطق مالتهم، وهذا يدري بيه حول هذه يقول ليش ما طلعت اصوات بهذا الصندوق اللي بيئتم هاي العائله مثلا اللي فد 20 نفر؟ هذا مو عدم وعيان. هي هي هاي مصيبتنا اللي ما تصلح. مصيبه شو صلحها؟ هم نحتاج انه بعد ثلاث دورات مثل هاي الدورات تصلح. لذلك يعني العفو أنا لا وياك تداخل. لا بالنسبة إلى موضوع برنامج انتخابي، نعم. يعني أنا أرى فد شيء يعني
قادة الائتلاف المحترمون، أعتقد الأخ من ضمنهم يعني باعتباره رئيس قائمة داخلية بالائتلاف، اتفقوا على هذا البرنامج الانتخابي اللي هو طلع بمحاور معروفة وقرت الجماهير وطلعت عليه الناس، هو برنامج حلو لطيف جدا ويعالج الأمور بشكل عام ولكن لا يشخص بعض الأمور، لكن يبقى كل مرشح أيضا إلى رؤية. يعني أنا عندي رؤية وعندي نقاط ما مطلع عليها التحالف، أنا أتبنى البرنامج مال التحالف وأيضا أتبنى بعض الرؤى مالتي. من ضمن هذه الأمور أنا يعني إن شاء الله خلينا نقول كل من باختصاصه، يعني أكيد أنت ما راح تدير دولة. لا لا ما أدير دولة. برنامج برنامج إدارة الدولة هذا يتعلق بالكتلة. إذا كتلتكم كانت الأكبر ممكن يديرون به دولة، لكن دكتور صلاح ما يقدر يدير دولة واحدة. يقدر ممكن يدير مجال معين حتى التحالفات الأخرى. بس بشكل عام البرنامج إحنا نضع خطوط عامة، ولكن أكو ما بين السطور وما بين هذه الخطوط تبرز أمور أخرى هي متصلة بهذا البرنامج. يقرأها المواطن ذكي. لا ما يقراها احنا، يعني احنا لازم نطرحها يعني على كل مرشح يطرح. يعني مثلا انا في يعني احاول يعني اذا الله سبحانه وتعالى وفقني خلينا نقول صعدت او صعدوا ناس قريبين من عندي، مو شرط اني اصعد، اذا صعد السيد ايضا يمثلني ان شاء الله وراح اوصل صوتي من خلاله. نحاول ان نغير النظام السياسي للبلد والنظام الاداري وهما اساس الفساد. واذا غيرنا هذا ما اهتم لها السياسيه ومن يقعد ذاك لو مو هذا مو مشكله ابدا، وانا ما اعترض على الاشخاص. طيب انا عندي كل شخص هو زين ومو زين بنفس الوقت. نغير النظام السياسي. شنو النظام السياسي؟ اما ان نذهب الى النظام الرئاسي ونترك النظام البرلماني، هاي وحده. هذا خيار موجود عندكم؟ هذا خيار موجود متبني اكثر شيء اعتقد العصائب شقيس الخزعلي متبني. أو أكو نظام آخر اللي معمول به أعتقد في فرنسا واللي هو خليط أحسنت خليط، وأنتوا ذكرتون كنت في برنامج في إحدى الحلقات. هذا شلون يقوم؟ هذا أنه رئيس الوزراء لا تتفق عليه الكتل أبدا، ينتخب من جديد من قبل الشعب. جميل رئيس الوزراء. جميل. تطرح أسماء خلي 20 واحد 30 واحد حتى من خارج هاي الكتل مو مستقل. من داخل المرشحين يعني، لأنه إحنا ذولا اختارهم الشعب، ما أجيب أحد من خارج. طيب. هذه ولكن شوف هذه الكتل ترشح، هذا رشح الفتح يرشح، القانون يرشح، العباد يرشح، ذاك يرشح، والشعب خلي يطلع يختار. اما اذا يصير توافق برلماني لا ذاك نفس ذاك الحماس راح نبقى على وضعنا. يعني هم هذا نفسهم يساعدون ما يقدر. نعم. اذا وراح يرجع نظام السله الواحده والمصيبه الواحده ونفس الشيء، ما غيرنا شيء. هاي اولا النظام السياسي. ثانيا النظام الاداري في اداره البلد. النظام الاداري هو اللي افشل العمليه السياسيه عندنا. النظام الاداري عندنا منطي صلاحيات مطلقه للجهات التنفيذيه ابتداء من رئيس الوزراء وانتهاء لأبسط مدير عام ورئيس قسم. هذه هنا كارثة. الصلاحيات المطلقة معناها ما حد يحاسبه، واللي يحاسبوه هم أقل من عدة. يعني الآن وزير على مثل براحته يرشح مدير عام بكيفه، إذا هو كردي يرشح أكراد، إذا سني سنة، إذا شيء شيعة زين شلون يعني ما تخلص. وما يرشح واحد ثاني من غير من إلا إذا يتفق مع وزير آخر ذاك يرشح من وزارته واحد مقابل إله. يعني احنا شلون مصيبه هذه ما نخلص منها. هاي صلاحيات موجوده قانون طبعا بيستر. طبعا موجوده صلاحيات الصرف كلها بيد الوزير بيد المدير العام. صح. مدير عام الان اكو مديريات عامه عندنا رهيبه، مدير عام مثلا عنده 30 الف موظف. هذول يعني فتشي يعني سيارات ايش قد، وقود ايش قد، ارزاق ايش قد، اجور نقل، رواتبهم اللي يزود من عندها. اكو قضايا كثيره ربما الشعب ما يعرفها. يعني الشعب ما يعرفها. اكو قضايا احنا نعرفها بالدوائر. صح. الان موظفين يقصون من راتبه وهو موظف، لكن المبيضه اللي تروح الحسابات تختلف عن المسوده حبيبي. الزائدات ذني نعم ما اقول لك اياها. فساد فظيع موجود عندنا. شنو اللي يحل هذا الفساد؟ ها هسه اقول لك شنو اللي يحله. نرفع الصلاحيات عن ذول التنفيذيين كلهم وتناط الى لجان كبيره هي التي تصرف، هي التي توقع العقود، هي التي تمنح الأراضي والاستثمار. معقدة أكثر. ما معقدة، بالعكس. أنا أصلاً راح أخلي الوزير مرتاح بس يصدر أوامر وكذا، راح أخليه يدير وزارته، ولكن نخلص لجنة من داخل الوزارة. لا اللجان كبيرة. أنا أسوي لجنة كبيرة أعلى من الوزير وأعلى من رئيس الوزراء.
اخلي لجان كبيره هي على اليسار بحيث رئيس الوزراء مرتاح. يقول لك اكيد ولا ما راح تتحاصص بيها حضرتك ابد. ماكو محاصصه. راح نجيب لحط لجنه مو عاديه. اجيب لا اجيب اخلي فد 10 قضاة 10 مو واحد واثنين. اجيب اخلي قانونيين، اخلي اداريين، اخلي اهل حسابات، اخلي حتى ممثلين عن المرجعيات، ممثلين عن الشيوخ العشائر المعتبره والكبيره اللي ما يظلمون حظهم وبختهم. هاي اللجنه هي التي راح تصرف توقع العقود. الان مواطن يقدم استثمار، هسه اللي يقدم استثمار شو يسوي؟ اول شيء يروح لهيئه الاستثمار يعطي النسبه 10%. يروح ليش ال10؟ طبعا يعطي العقد. شلون رشوه يعني؟ طبعا رشوه. لا شلون ليش؟ اكو واحد يعطي استثمار ببلاش؟ ماكو هيك شيء حبيبي. اي اي لا لا خلنا نكمل حبيبي. خلنا احنا راح نناقش كمل حكي يا حبيبي. خلنا نكمل احنا نريد من تصير هاي اللجان. نعم. حبيبي تصير. نعم. هاي اللجان الكبيره هي التي تستاثر بهذه الامور باتفاقها كله حتى ما يصير فساد. واخلي وياهم مخابرات، واخلي امن وطني، واخلي نزاهه وياهم، واخلي او خلي ناس تدير العمليه بقوه، ناس محروق قلبه على هذا البلد. اخلي ناس من الحشد، اخلي ناس من المرجعيه، بحيث استاذ فلاح ما نعقد الامر بهاي اللجان. لا ابد ابد ابد. خلينا نسمع وجهه نظر. وجهه نظر محترمه. مو معقده تصير اكثر يعني. احنا اللي كاتبين الروتين العالي. نجعل دوله داخل دوله يعني. احنا نأسس القانون يعني. نغير القانون. خلينا نسمع استاذ فلاح. احنا لجنه الماده 140 لحد الان ما حلت لها خلال هي المفترض 6 أشهر تجتمع. نعم. لجنة التغييرات الدستورية لحد الآن ما قدرت تجتمع ولا تغير. ما قدرت تجتمع. لأنه محاصص. المفوضية حصتي وحصتك وكذا. ثاني شيء. لأنه بتجيب لهم لجان. بالتالي اللجان من يحدد هذه اللجان؟ من يرحم تخرج. صح. فإحنا في تحالف الفتح. وقبل من يحدد ما هي معايير هاي اللجان يعني؟ أحسنت. شنو مواصفاته؟ بالضبط. نفس الحالة الآن تدري جنابك أنت في مفوضية حقوق الإنسان كانت هناك حصص و. وصلت للنقابات حصص. صح. فلا يمكن مغادرة ذلك. لذلك قد يكون في يوم من الأيام لا نستغرب أن يكون لتحالف الفتح أن يكون ضمن المعارضة القوية وهو شهد له الميدان. لذلك عندما لا تكون معارضة قوية تراقب ومثل ما عيونها على المال العام والأداء وكذا لن يكون هناك أداء إيجابي. يعني اليوم الكثير من الوزراء والمدراء يشتري المنصب صراحة جهارا نهارا يشتري المنصب ويقول لك أنا اشتريته بفلوسي. صح. ومثل ما سوف تباع الكثير من المقاعد في البرلمان وما نحن ببعيدين يعني ما نحن ببعيدين عن الدورة؟ عن الدورة الحالية التي اشتري فيها أحد المقاعد بكذا مليون دولار لولا يعني رحمة الله سبحانه وتعالى. فلا نستبعد أستاذ العزيز ولكن لا نكون سوداويين بهذا. عندما نؤسس صح مشكلتنا بالتأسيس سادي. صح. عندما اليوم الوزير لا يبدأ من حيث انتهى الوزير الذي قبله تكون أداء الدولة بهذا المقدار. لكن يقول لك أنا 4 سنوات أخرى ومنصب هذا سياسي مو منصب إداري. لحظة. يعني إذا جنابك الآن جبت الوزراء جميعا. عندي اجتهاد أدير به الوزارة يختلف عن الاجتهاد السابق. جيد أحسنت. معناه أكو خطوط. عندي نظرية جديدة. أكو خطوط طول متفق عليها الجميع بالأداء. وأكو رقابة قوية على الأداء وأكو تخطيط. هذا إحنا نقوله سادة العزيز. الاستثمار اليوم مقيد للحريات المستثمرين. اليوم شنو اللي فشل الآن؟ فرص عمل ماكو. لو كان أكو استثمار شوية مرن من ناحية القانون وناحية التوفير الاستحقاقات مو بس أنا أسوي العراق كله يعني على مستوى المحافظة أقضيها بسمولات مثلا. بالضبط. على مستوى المحافظة من يقرر مشاريع الاستثمار عندكم؟ احنا عندنا سادة العزيز احنا عندنا هيئة استثمار بغداد. نعم. مرتبطة مرجعيتهم ويمكم؟ لا بعد المن. لا لا احنا فقط نصوت على رئيس الهيئة ولكن قانونا إقالته تفاصيله مع الهيئة العليا هيئة الوطنية. الوطنية الاستثمار. لذلك احنا يعني وحتى قضايا الاستثمار والكذا مو يمنع يعني. ما تختارون مشاريع؟ نختار المشاريع للمحافظة. صح. المحافظة تقدم مشاريعها ونحن نخصص اموال يعني. وبالمناسبة اللي تقول يعني عليها المولات يعني من عندكم انتم وافقتوا عليها. ما اخفيك انه احنا من العام للسنه ما مستلمين فقط على الورق. العام 119 مليار لمحافظه بغداد ما استلمنا كل شيء. ها وهاي العالم تئن
شايف انت الاطراف وبغداد صح، والسنه نفس الحاله 187 مفروض للمحافظه ايضا. احنا اليوم راح نوصل للشهر الخامس ومسلمين ولا دينار. هذا سوء تخطيط استاذ دهاليز وزاره التخطيط سبب في ازمه هذا البلد. لا تشتغل عندنا وزاره التخطيط يعني تتصور انه وزاره التخطيط مثلا تاتي يعني للمحافظه بتعطيك هذه العشر مليارات ولكن وفق هاي لا المشاركة. يعني وزاره التخطيط عندنا حقيقه من المفترض استاذي احنا بلد لو قريه الخريجين ذول بده يتخرجون كل سنه 3000 و10000 و15000 يعني اكو وزاره تخطيط تقول لهم خرجوا يعني هالقد. هو وزاره التخطيط من المفترض تتناغم وتنسجم وتسير بخط متوازي مع تخطيط الوزارات مضبوط الاخرى. مضبوط. ما معقول احنا بغداد بكل اربع فروع تلقى جامعه ومدرسه اهليه واعداديه. وين يرحون ذول ابو الخمسين دخله تقنيات ابو الناجح بقرار مدري وين اوديه؟ وبعدين بعدين كيف اخذ بكالوريوس ما له شغل عماله ما الاقي؟ انا فقط اريد اعرض على قضيه ضمن تحالف الفتح. هذا الحكي يعني يورم القلب يحتاج لاستراحه. الفاصل على الاقل نشرب بيه مي. فاصل ونعود. تحالف الفتح هو تحالف عراقي وطني يجمع في رؤيته الأحزاب الإسلامية والوطنية وقوى المقاومة التي قاتلت الإرهاب الداعشي وحققت أهم انتصار اجتماعي وسياسي في تاريخ العراق الحديث. تحالف الفتح يتبنى استراتيجية بناء وطن الهيبة ويطرح إعادة النظر بنظام الخدمة العامة تحت شعار قادرون على خدمتكم. يتحرك هذا التحالف على خط وحدة العراق أرضاً وشعباً وخط سلامة أراضيه الوطنية وسيادته على حدوده ومياهه، متطلعين إلى أفضل العلاقات مع محيطنا والعالم. تحالف الفتح جمع رجال المقاومة إلى جانب رجال الدولة وقادة الميدان مع رجال الخدمة الوطنية من أجل عراق عزيز وتراب مسور بالاستقلال والحرية والعدالة الاجتماعية. أهلا بكم من جديد دكتور صلاح. توقفنا على معايير هذه اللجان، من يحددها؟ ذكرنا بأنه تتعقد المسألة، يمكن اتفقنا أنا وأستاذ فلاح تتعقد أكثر، يعني أكثر مما هي معقدة الآن وتأذينا بصراحة. تعرقل المشاريع، تعرقل تنفيذ المشاريع والخطاط بغض النظر عن وزارة تخطيط، وزارات مهملة، وزارات كسولة، وزارات هدر وكذا. احنا خلينا داخل البرلمان، شنو رؤيتكم للجان هاي اللي تقترحوها؟ اللجان اللي اقترحها هذه اللجان اكو عندنا طاقات كبيره بالبلد، اساتذه الجامعه، علماء، ناس واسطه الى مراحل متقدمه، عندنا جهات امنيه كبيره ونزيهه، هي هاي شكل اللجان. حتى اذا ترشحت عن طريق الكتل مو مشكله، المهم تكون لجان كبيره اكثر من 50 شخص. عن طريق الكتل يا دكتور يعني هم راح نرجع لي وفي الكتل يرشحون بطريقه او باخرى، يعني احنا شو نسوي يعني زين؟ اذا احنا لي قدام راح نحكم على هاي اللي راح يصعدون ايضا فاسدين بهاي الحاله. يعني شلون؟ مو انت ذكرت انت قلت عندنا طموح بان انتخابات تكون رئاسيه واحد وانتخابات برلمانيه حتى تكون فصل تام بين السلطات وسيطره. عندما يناط
الأمر أوامر الصرف وأوامر توقيع العقود وأوامر التوظيف. إحنا مو أكو عندنا مجلس خدمة اتحادي. نعم. ما مقر من 2003 يومية وماكو يوميا. وهي أربع سنين الفاتت وقبلها أربع سنين شو الفاتت. شو السبب تتوقع ما قاعد حتى يستفيدون؟ مو بس يستفيدون. هذا مقر اللجنة مقر الخدمة الاتحادي لو طبق بحذافيره يمكن نص اللي توظفوا بطريقة أو بأخرى يطلعون يطلعون. هسا احنا كل ساعة يكشفون عندنا ناس مزورين ويسووا لهم عزل ويجيهم عفو ويبقون بس مجرد يدفع الفلوس اللي مات الشهادة المزورة ويستمر بخدمته. زين هذا مو هو مزور؟ هذا شو انت تريد من عنده يخدم؟ شو تريد من عنده يكون نزيه؟ هو اساس المزور. او الموظفين الان شلون يصير التعيين؟ كله بفلوس معروف هذا دفع دفع حتى سلوى نخلص من هاي. اذا هذا اللي يدفع لدفترين اللي يدفع يعني بالعفو دكتور بالوزاره الوزراء ياخذ له مدش قد 3 ملايين 4 ملايين الهيئات المستقله هذا ياخذ 400 هو نفس الخدمه هذا ياخذ 400 وذاك ياخذ مليون و600. لو كان عندنا جريمه مجلس لو كان ما عداله لو كان عندنا مجلس خدمه اتحادي لصار التوظيف من خلال هذا المجلس. وهذا المجلس لا يعرف لونا ولا جنسا ولا عرقا. ماكو اللي يقدم على كفاءته على شهادته ونخلص من قضية الرشوة اللي معتاش عليها الوزارات. نتمنى. شكرا لك دكتور. نعم. خلي نتحول إلى موضوع آخر تفصحون به عن أفكاركم وطموحاتكم من خلال قراءة نفسية للناخب. أكو عندنا صبورة حضرتك سعد فلاح بس شوفها. تفضل 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 حضرتك أخذ أي قلم يعجبك من أي لون. يعني أنا كاتب كلمتين الصبورة هاي أخذها أي اليمين عاشت أي أي لون يعجبك هذا اللون. أنا كاتب المال العام والرقابة وأريد كلمة ثالثة ضدها معاها ما أعرف أنت اللي تجي ببالك رأسا المال العام والرقابة شنو اللي يكملها شنو اللي ضدها شنو المال العام والرقابة مكافحة الفساد هاي بعدين من نقعد من تقعد حضرتك نناقشها. زين الاستقرار أنا أسمع دائما نعود للمربع الأول ملينا من هاي الكلمات المربع الأول المربع الأخير ما أعرف شو يقصدون به الناس. المربع الأول سياسي مصطلح يريدون يلهون به الناس. عموما الاستقرار أنا أشوفه عنده أربع أضلاع. شنو الأضلاع الأربعة المهمة اللي تحقق لنا الاستقرار بالبلد؟ اكتبها على نفس الأضلاع. يعني الضلع هذا شنو شي يمثل؟ أي ضلع يعجبك؟ الأمن. وبعد هذا ضلع العدالة الاجتماعية. ممتاز. نعم. بعض ضلعين عندك. الأمين والاس. شو نقول هنا؟ الأمن والعدالة الاجتماعية والخدمات. يعني الخدمات لها علاقة بالاستقرار. يعني من ضمن الخدمات اليوم الجمهور الناس كلها بدأت تطلع هذا اللي راح يقاتل ممتاز ويجي مثلا لا عنده مي لا عنده شارع لا عنده كذا لا عنده توظيف لا عنده كذا الضلع الرابع استقرار خدمات هذا بحد ذاته استقرار النفسي استقرار الذاتي. الضلع الرابع الضلع الرابع هو حماية حقوق المجاهدين. المجاهدين لولا المجاهدين لما حصل الاستقرار. إذا الاستقرار يعتمد على أربع أضلاع. الأمن. نعم الأمن اللي تحقق الحكومة. الأمن أنا أقصد لا أقصد بالأمن على مقدار البندقية و إذن الأمن محاربة الفساد محاربة كشف الدواعش السياسة. نعم. عدم العودة إلى الطائفية والوجوه جميل الكالحة. جميل. الأمن يعني سيادة القرار العراقي إنه نعم. القرار العراقي لا يكون تحت مثل ما حصل بالأمس القريب عندما ذهبنا واصطففنا اصطفاف محوري محاور يجب أن لا نكون جزء من المحاور. طيب. الأمن هو أمن العراق كله. ممتاز. عندما نذهب ويكون العراق لاعب أساسي في قضية
سيادة المنطقة واستقرار المنطقة يتحقق الأمن. الأمن بالقضاء على العشوائيات وتقنين وضع العشوائيات، لأن العشوائيات اليوم الحقيقة هي قد يكون ناس مظلومة اضطرها الزمن والظرف وإلى أن تسكن في هذه الأماكن. عندك حل العشوائيات؟ بلي، ليش ما عندنا حل يا سادة؟ عندما عجزت الدولة عن تأمين السكن ذهبت الناس لتجد حلول إلها وتسكن في هذه المناطق الفقيرة. بس هي قبل أن تعجز الدولة يعني حسينا بالعشوائيات عند سقوط النظام مباشرة اتجهت لل... استاذي يعني أنا لما أنا ساكن مع عائلة إحنا خمس أخوة وعوائل لدينا وساكنين في مدينة الصدر بالمئة وعشرة وبالمئة واربعين متر ووجدنا متنفس أن نذهب حتى نكون عائلة في أخرى لها الاستقرار ولها أمين وتعيش في بلد من المفترض ضمن قوانينه وأولى قوانينه تستطيع أن العراقي العراقي لازم محترم السكن حق العيش والسكن والحرية تستطيع تملك هاي الأرض اللي قاعد بها؟ ليش أستاذي؟ ليش يعني؟ تملكها؟ بل ليش ما يملك؟ ليش ما يملك؟ لأنه اليوم إحنا للأسف تخطيط الحضري على مستوى بغداد ضاع التصميم الأساسي وذهبنا مناطق الأوبي الآن اللغت تقريباً والمناطق اللي الوزارات اللي ما حافظت على على أرضها وعلى كذا تتحملها بعض الدوائر مثل أمانة بغداد. لذلك أنا أذهب الحل إنه أنا أذهب لقانون يؤسس على إنه هذه العشوائيات تنظم بقانون وتملك وإن كانت تدفع بشكل بالآجل. ليش إحنا دائماً السادة العزيز أكو موضوع جداً بالآجل حتى نوفر لخدمات. ثلثين العشوائيات هم نازحي الجنوب، ترى ما حد قاعد يلاحظ هاي المشكلة استاذ العزيز. لما تتعطل مطارات مثلا بالديوانيه ماكو شغل، بالسماوه ماكو شغل، وين يجي البغدادي يجي فيسكن هاي المناطق الفقيره حتى يعيش. شعارك شنو استاذ فلاح؟ كتبه ثابتون فانتصرنا. جميل، تفضل استريح استاذ. الثبات حققه ابناء الحشد، لذلك صح. عندما كانوا ثابتون والثبات نصر ثباتهم على العراق على البناء العقائدي، كانوا هم بناء عقائدي مو بناء يعني بندقيه وجعبه وذهبوا صح. لذا كانوا رصين وسند قوي للجيش العراقي، حافظوا على كل العراق، فتحقق النصر بهم اولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثانيا بفتوى المرجعيه العظيمه مبارك. وثالثا بأولئك المجاهدين الذي باعوا دبة الغاز من أبناء الجنوب لكي يتحقق النصر في الشمال. بوركتم استريح أستاذ فلاح. بس سؤال يعني ربما شوية كتبنا المال العام، لا تفضل خلي يمك هواي أقلام، أكو بعد قلم أزرق وقلم ماذا من هسه خاف نأخذ المال قلم بعد إيش راح نسوي؟ يا ساتر يا رب. المال العام والرقابة ومكافحة الفساد، ليش خليت مكافحة الفساد يا؟ لأنه إحنا مشكلتنا أستاذ اليوم بضعف المكافحة الفساد. يعني المال العام شنو اليوم؟ المال العام يعني اللي تحدث عنه الدكتور مصان؟ لا لا مو مصان، استاذ المال العام التعيينات عدم تحقيق المادة 30 من الدستور وهي اللي تحمي الرعاية الاجتماعية وتحمي حقوق المواطنين. المال العام اليوم سائب بين الأحزاب صح. الفقير مثل ما تحدث بل وصلت الحال إلى المدارس إنه مدير المدرسة يكون في المنطقة الفلانية بعشرين ورقة ويكون مديرا بهذه المنطقة بكذا، وعدم ذهاب الفائضين أو ما يسمى اليوم بالفيض. إيش نحتاج؟ إيد من حديد لو إيد من ستيل؟ لا سادي صدق بالله العظيم لو كان قانون رادع يكون والله القانون موجود. لا سادي والله لا 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 موجود. قانون موجود بس سلطة إنفاذ القانون. لا سادي القانون على الفقير، القانون على الإنسان عليه البسيط عليه. القانون مو على تكون تحت ظل الجميع. القانون يأتي برئيس الوزراء ويحاسب عن ضياع المال صح. ويأتي برئيس الجمهورية ويحاسب على تأخير لقانون العفو وقانون المصادقة مال الموازنة وما إلى ذلك. هذا القانون، القانون الذي يحترم في دول أخرى وللأسف لا يحترم بالعراق. لا يحترم حقوق أبناء الحشد الشعبي عندما ذهبوا يطالبون بحقوقهم تم رميهم وأخذهم إلى السجون وأخذ تعهدات عليهم. هذا القانون، القانون يجب أن يأتي به الجميع. القانون الذي أسس للظلم إنه إنسان يأخذ بأربعة أشهر يأخذ 60 مليون وإنسان يأخذ 10 10 آلاف
400,000 خدمة اللي أمامك 30 سنة. طب أنا موظف ساد، أنا موظف القانون تقاعدي 450,000. القانون الذي القانون سلم الرواتب الذي يأتي ببت رئيس جمهورية مستشارة ب40 مليون وب30 و13 مليون راح تخليني أطلع من حيادي الإعلامي وأصير أصير حقيقة معارض. ألم ألم حقيقة ألم نتألم يعني نتألم لذلك على الشعب العراقي. البركة بكم، البركة بكم، البركة بكم، والبركة بالناخب الواعي اللي يعرف يختار صح. دكتور صلاح نفس السؤال، بس صبورتك جاهزة تنتظرك، تنتظر اللون اللي تختاره. أي خلينا أي كلمة، المال العام والرقابة، خلينا أي كلمة ثالثة حتى تكون ثالوث. المال العام والرقابة هو أكيد نضيف النزاهة أو زيادة القانون، هذا أنت مخير حتى نناقش فيه. على كل حال النزاهة، شو تسوي النزاهة للمال العام؟ النزاهة الحقيقية وليس النزاهة. أكو نزاهة كاذبة وهمية؟ يعني ما هاي ملفات النزاع خطية مكومة حسن ياسر كل شيء ما قاعد يسوي. ليش ما يسوي؟ ما يسوي. ما يقدر. ما يقدر. ليش ما يقدر؟ يا أخي. ورئيس أعلى سلطة رقابية بعد ال. بتعالج 15 سنة نعالج بنص ساعة يا حبيبي. ليش ما يقدر؟ ما يقدر. يعني هسه إذا عرف شنو؟ توافقات، هذا يقول له هالشكل أسوي وهذا يقول له. لا لا رجل مستقيم. هو مو ذنبه، مو ذنب الرجل، مو ذنبه. لا ذنب منه. مو ذنب حبيبي. ذنب منه. مو ذنبه أخي، الوضع العام والكتل. شنو الوضع؟ وأنت راح تخبرني يعني. شنو الوضع العام يا أخي؟ أخي. حبيبي مو ان دوله وحكومه وهيئه مستقله، اذا قرار مستقل الرجل. يعني انت تتوقع منو قاعد يحكمنا؟ يعني تتوقع منو من يحكمنا؟ يعني تصور احنا يعني حكومه عراقيه فعلا ومحكومين من قبل نفسنا. شوف الواجهه كلها. لا يا اخي لا، احنا لو احنا نحكم نفسنا مو اجوا راسا وهيجوا ورقه الطائفيه وقدروا يلهون الناس بها حتى هم يشفطون المال العام. لا من هم؟ شنو من هم؟ خلينا نكمل الموضوع. هسه تمد لي شيء عندي اليوم، وعندي 5 بنات انا معود من ولهن. انت تصديت، انت اشجع مني دكتور، انت اشجع مني. ليه انت تصديت المرحله كلش خطيره؟ دفعت الثمن. انت شجاع، دفعت الثمن. يعني مو مثلك. يعني الاستقرار، الاستقرار مربع الاستقرار يتحقق اولا بسياده القانون. سياده القانون، سياده القانون وهي تشمل نزاهه القضاء وتشمل ضرب الرشوه في الداخليه نهائيا وسياده القضاء. القضاء على اي جهه بما فيها احنا جماعه الحشد الشعبي ممنوع نشيل سلاح ونوقف بالشارع، اكو قانون نحترمه. جميل جميل، ما بيها مجال. جميل زين، سياده القانون هذه وحده. رفع المحاصصه عن الوزارات، ماكو هاي الوزاره داخل الوزاره قصدك؟ لا لا لا، الوزارات يعني. عندما تتشكل الوزارات، ماكو وزارة النفط تابعة للفضيلة، ووزارة الثقافة تابعة للأكراد، ووزارة العدل تابعة للدعوة. لا لا ماكو، ماكو يش حكي أبدا. ماكو يش حكي بهاي ما أعرف شنو المعيار. المعيار يجيبون ناس خارج من خارج البرلمان نزيهين ويتفق عليهم، هم يتفق ماكو، يجلسون أمام لجان وما يتبعون إلى أي حزب. ما أقعد أنا اليوم أقول هاي وزارتي تابعة لحزب الدعوة او تابعه للتيار الصدري او تابعه الى الحشد او تابعه، ماكو. هذه تابعه للوطن ولا ماكو شيء. مخاف انه بصير على العشائر؟ لا ماكو عشائر. العشيره فلان ولا والله كارثه، ما خلينا نبطل يعني. المهم سياده القانون ورفع المحاصصه. جميل، الغاء المحاصصه. لا رفع المحاصصه عن عن الوزارات. حلو جميل، هاي راح يتحقق الاستقرار. لان راح يصير التعيين على الكفاءه، ماكو فلوس، ما يخدم حزب، مو مثل وزير الكهرباء اللي صوتوا عليه ويطلعوه اخر شيء قالهم انا مشتريها. انت ليش تكره وزير الكهرباء؟ ما اكره كل الوزراء، علي مو بس رئيس الوزراء، كلهم حتى ربعنا ما بيها مجال. دمرونا عمي، دمرونا، خلوا الناس تروح تبحث بالقواطي، تبيع قواطي، هاي تاليها. استغفر الله. زين، سيادة القانون رفع المحاصصة عن الوزارات، إعادة جدول الرواتب. شنو قصدك إعادة؟ إعادة جدول الرواتب وفق عدالة. عدالة يعني سلم الرواتب الآن. كل هذا غلط، هذا غلط غلط غلط، هذا سلم غلط.
تقصد بس المخصصات؟ لا لا حبيبي السلم كله ينعاد مثل ما قال الاستاذ رئيس الجمهوريه. اجى جاب بناته ثلاثه خلاها المستشارات كل وحده راتبها 12 مليون. هاي وين صايره هذه؟ وين صايره؟ زين او يجيبون موظف بسيط لانه ضمن حزبه درجه خامسه يسوي مدير عام وكاله يخليه ويعطي راتب 6 ملايين معاه مدير عام مدير عام وكاله يعني قصدي لا لا ما يصعده ما يقدر يصعده هو ما يقدر حتى بس يعينه سنه وما حد يحكي خدمته سنه سنه اي ويخليه شنو يخلي مدير عام وكاله ويعطي راتب 6 ملايين صعد بالبراشي قبل اعاده جدول الرواتب وفق عداله اجتماعيه رفع هذا سبب المحاصصه هن بني يبقى هناك امور كثيره جدا تنطوي تحت هاي العناوين بس خلي لي ضلع رابع ضلع رابع احنا يجب ان نؤكد على الطبقات المسحوقه التي تعيش دون خط الفقر هاي من هي الطبقات المسحوقه منو عوائل الشهداء اولا هاي اللي العائله اللي تفقد شهيدها صح ومعيلها الوحيد ويعطوها راتب لا يكاد ان يسد رمق حياتها صح انت تدري حضرتك احنا كنا نشتغل شغلتين صح ما حد مكفي راتبه مو الصبح نشتغل بالدوائر وست حضرتك تقول انا متقاعد وقاعد اشتغل هاي الشغله يلا اقدر زين هذا اللي يروح ويبقى على راتب تقاعدي هاي العائله شنو هذه شنو وضعها هذه الفقراء اللي عايشين على الرعايه الاجتماعيه شنو الرعايه الاجتماعيه اذا توفير الحمايه الاجتماعيه هذه توفير الحمايه الاجتماعيه الحصه التموينيه الهزيله اللي يجب ان نرفعها عن ذول الوكلاء المجرمون هذول الوكلاء اللي قاعدين يهبون الناس اخي قاعدين ترجع مثل قبل ترجع الى الاسواق المركزيه والدوله توزعها بهذه او نعطي بديل نعطي مبلغ مالي محترم حتى نشغل بالسوق مالي محترم والدوله توفر ايضا بضاعه اختصر لكل اللي قلته بضلع نختصره ضلع واللي هي احياء السوق يا السوق اكتب العراقي. شعارك دكتور شعاري حفظ هيبة الدولة من سيادة بالعلم والإيمان نبني الوطن نبني الوطن طبعا الإيمان بالله سبحانه وتعالى طبعا والإيمان بالله بعدين تنسحب دون كل المبادئ الجميلة والمبادئ الحقة من خلال بصراحة يعني أنتوا ركزتوا على قضية مكافحة الفساد والنزاهة الاستقرار فعلا تقريبا يعني متشابهين بالضبط بنفس الشعارات حتى ونفس الأهداف والطموحات لكن ظهرت عندي حاليا يمكن تهامسنا أنا وأستاذ فلاح قضية هيبة الدولة نقدر نحقق هيبة الدولة بكل هذا الخليط اللي نعم. أمامنا تحدثت أنا جنابك وايضا ذكر الدكتور وايضا الامن ومكافحه الفساد هي نفس الشيء وهيبه الدوله تحفظ عندما يكون القرار السياسي والتنفيذي مستقل وجريء ولا تحفظ هيبه الدوله عندما تتناغم مع الفتاوى التحريضيه مع المال الاخر وجنابك يعرف اليوم بعض الدول القاتله للشعب العراقي تناغم اليوم جرحاها وقتلاها وأيتام الذي كانوا بسببها مثل ما ناغموه بالأمس القريب مؤتمر الدائنين الكبار للعراق باسم مؤتمر الدول المانحة اليوم بعض الدول تريد أن تناغم أولئك الثكالى والجرحى وأنينهم بحجة دعمهم للعراق وتوفير بعض الأموال أو ملعب هنا أو ما إلى ذلك هناك لن نجامل من المفترض لن تكون هناك مجاملة على حساب الدم العراقي وعندما يكون القرار السيادي ربما صفحة جديدة للعلاقات ليش طيب أحسنت ليش ما نتفائل نقول رجل أو مؤسسة أو دولة تابت ورجعت نحن لسنا سوداويين ولسنا ذاهبين إلى تنغيص حياة العراقيين نحن منفتحون على الجميع عندما يمد يد السلام ولكن عندما يأتينا ب يعني بوجه ذئب ولن نقبل لذلك من يريد أن يساعد العراق فليرفع الديون عن العراق لا يكون سببا في إغراقه بديون أخرى سيادة العراق لاعب أساسي في المنطقة سبب عدم استقرار العراق هو المحيط الجغرافي للعراق وضعف الأداء السياسي بالعراق كان سببا بهذا التجاذب حتى اليوم الأموال
قد غدقت على الكثير من القوائم التي جاءت بقتلة ومجرمين ودواعش جدد لكي يتسلقوا مرة أخرى. ممتازة. خلينا نسأل، عندنا دقيقة يمكن أو دقيقة ونص، خلينا نوزعها. دكتور صلاح، إيش قد أخذت فلوس حتى تسوي دعايتك الانتخابية؟ شنو قد أخذت فلوس؟ يعني منين، من أي جهة تدعمك؟ يعني الكتلة مالتي طبعت لنا البوسترات. ماكو دولة منطقة؟ لا معقولة؟ لا أكيد. بس يقول لك إذا تجي ملايين دولارات وين تروح؟ ما الله العالم. أنا بالنسبة لي الكتلة مالتي طبعت البوسترات و... بس آه إيه وساعدتني. أجت تكفد مليون، مليونين دولار؟ دولار؟ إيه؟ هسه خلي يجيني دينار. أستاذ فلاح نفس الشيء. أنا كوني أمين عام لي الأمين عام لتجمع ورئيس حزب ومشترك في انتخابات وعضو مجلس محافظة، مثل ما قال الدكتور، يعني يعني لا تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. أتمنى هذه المليارات والملايين تتحدث عنها تذهب إلى عوائل الشهداء وأبناء الحشد لكي لا نكثر أطنان الحديد في الشوارع. شكرا لك سيد فلاح الجزائري، مرشح عن تحالف الفتح. خلصنا طبعا ما شاء الله، يعني حديثكم شيق وممتاز. التسلسل، أنا سيد فلاح الجزائري، نعم، تحالف الفتح 109، تسلسل 4. أربعة ممتاز. أنا الدكتور صلاح مهدي علي الغريباوي الفضلي، تسلسل 62. 62 هذا فد رقم صعب. لا وش قد يعني. حلو من ينطق 62، يعني سمعوا بس هم من حق 63. شكرا لكم، شكرا جزيلا، استمتعنا حقيقة بأحاديثكم وبرامجكم. نتمنى أن نراكم تحت قبة البرلمان إن شاء الله. بارك الله. وهذا القرار أولا وأخيرا للواعي والناخب الواعي. نركز على الواعي اللي هو دائما أمثله بالمايسترو اللي يقود الفرقة أو القائد اللي يقود الفرقة، يأخذ معاه الناس المسلوبي الإرادة والمترددين، يثقفهم ويقولهم انتخبوا هذا لا تنتخبون ذاك الفاسد. شكرا لكم وإلى اللقاء.